جتني استشارة أمس جلسة يعني، فقالت لي دكتورة الله يخليك خلنا نتكلم في الموضوع. تصدقون موضوع جديد ولا مرة أنا أعتقد أني أنا متطرقة إليه، وايد مهم. سالفة أني الأسر، الأزواج، خوات الإخوان وزوجاتهم، حلو لما الحريم يلسون مع بعض، ريايل يلسون مع بعض، لكن أشوفها وايد غريبة أن واحدة من حريم الإخوان تتصل بالأخ، يعني بأخو زوجها، والله إيش حالك وإيش أخبارك وما أدري كيف، وتطلب منه مثلا شيء أو تستعينه في شيء، إلا إذا هالشيء فعلا هو إصلاح أسرتها، بس إنه من باب السوالف ومن باب يعني أشوف إن الموضوع واقف. بعدين تحصل العكس، تحصل إن الإخوان ممكن يتكلم مع زوجة أخوه. موضوع مو بسهل، يعني الموضوع محتاج إلى وقفة. احتمال النوايا تكون جدا طيبة وتعتبرها أنت مثل أختك وأنت تعتبرينه مثل أخوك، لكن الاستشارات اللي تجيني يطيحون مشاكل بين الخوات، لأن واحدة تعدت على حدود الثانية. المفروض أنت ما ترمسين يا ريلي، أنت شتبين فيه، زي كلميني أنا عادي، والعكس صحيح. يعني الأخ ممكن يتكلم مع حرمة أخوه يعني بتمادي شوي، وعادي هي ترضى. هل هالشي صح خطأ مسموح؟ حد بيقول هي احنا عادي عوايدنا عادي. لا، أنا أشوف دائما الدين، أنا ما أقول لك إذا أنت عوايدكم وعوائلكم عادي الاختلاط، هذا الشيء طبعا كل حد، وإحنا أنا من أنا أني أحكم على الناس، لا، لكن أنا أقول العلاقة كثر ما قدرت أنك أنت وأنت تخففين من الخلطة اللي بدون ما يكون حد حولكم، ما يكون في العلن، هذه خففي منها. خلي دائما يكون بينك وبينه، وانت بينك وبينها حد، يا حرمتك يا زوجك، ويمكن ما تحتاج، يعني انا ليش احتاج لا، الا اذا في حاله واحده انا فعلا فعلا ناويه اصلاح بينهم، هم عندهم مشكله، او اصلاح بيني انا وشريكي. بس خارج عن هذا النطاق اعتقد ان الحريم يقدرون يتكلمون مع بعض، والرجال يقدرون يتكلمون مع بعض بدون ما نحط اي حد في حرج، وبدون ما نعطي للشيطان مجال. الله يحفظكم.